استاذن حضرتك، بس معانا تليفون من سويسرا، فعلشان ما نطولش طيب عليها ربنا ماشي. يبارك في حضرتك. الاستاذه فاتحه مغربيه ومقيمه في سويسرا. اهلا اهلا وسهلا بحضرتك استاذه فاتحه، حضرتك اهلا سامعانا كويس؟ بكم، بشكرك يا اخت ساره على هذا البرنامج الطيب، وبشكر ما شاء الله الشيخ احمد سمير الازهري حفظه الله. بارك الله فيك. احنا مبسوطين من هذا البرنامج الجميل، سبحان الله بنستفيد منه كثير. سبحان الله، بشكركم على ده هذا حاجة البرنامج. شرف لينا والله يا أستاذة والصوت فاتن. عندكم شوية ما بسمعش كثير. معلش الصوت مش واضح، حضرتك بتقولي ايه؟ حضرتك سامعيني كويس؟ ألو؟ أيوة، الصوت بس في الآخر ما خلاص كانش شوية. واضح. اتفضل. سبحان الله ما فيش صوت أنا مغربية مبسوطة من هذا البرنامج، بشكرك عليه، وإن شاء ألف الله شكر لحضرتك. نتمنى يستمر لأن فيه فوائد كثيرة من الشيخ أحمد سمير الأزهري حفظه الله، وإحنا سعداء عائلتي كلها بمتابعة هذا البرنامج ما شاء الله. ده شرف لينا ويسعدنا من جمهور المغرب يعني إنه يتابعنا، يعني أشقاء ويعني غالي على قلبنا قوي كلام حضرتك يا أستاذة فاتحة، ربنا يبارك في بارك حضرتك. الله فيك، اتفضل. الله يحفظك، سلم أسلم على الشيخ. اتفضلي مع أهلا حضرتك. وسهلا ومرحبا. بارك الله. السلام عليكم يا شيخ أحمد سمير وعليكم الأزهري. السلام. بسم الله عليك، حفظكم الله، حفظكم الله على هذا البرنامج ما شاء الله. بارك احنا الله مبسوطين ونتمنى إن شاء الله من القناة تستمر مع شيخنا الغالي أحمد سمير الأزهري. الله يبارك عيلتي كلها حضرتك. مبسوطة والمغاربة مبسوطين من شيخنا سمير الأزهري. الله يبارك في حضرتك. الله فيك. شكرا أحسن لحضرتك الله جدا. لحضرتك واحنا عندك بنحب استفسار؟ مصر من زمان. والله واحنا بنحبكم جدا. احنا يعني كمان بنحبكم. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. حضرتك عندك اي استفسار؟ آمين. عندي استفسار، هو ان شاء الله نحب نسمع من الشيخ اشياء كثيرة متعلقة بالامور العقيدة وحتى الاولاد على بر الوالدين ما شاء الله، وإن شاء الله نتمنى يستمر هذا البرنامج لأن فيه فوائد كثيرة، وبنشكركم عليه. ومصر هي ما شاء الله بلد الكرم وبلد العلم وبلد الخير ما شاء الله. بارك الله أولا فيك، إحنا بنشكر حضرتك الله. جدا، ومكالمة حضرتك غالية علينا جدا يا أستاذة فاتحة، وهي اتكلمت في نقطة مهمة، فكرة العقيدة، وده هدفنا من البرنامج، إن هو مش مجرد يبقى فتاوي أو مجرد، يعني في كتير بنتكلم عن الفتاوي وعن العبادات، لكن فكرة العقيدة اللي هي أساس الدين وأساس المعاملات ده بنفتقده قوي. فده إن شاء الله صحيح بإذن الله كمان هتدخل إن معانا إحنا النهارده إن شاء الله يعني في ده الموضوع. هدفنا وتوجهنا في البرنامج. إن شاء الله بشكر بإذن الله. حضرتك جدا يا أستاذة فاتحة، ويعني نتمنى حضرتك تكلمي كتير وتحضر لنا دايما ايه الاسئله وايه الاستفسارات، ونجاوب على حضرتك ان شاء الله طول الاسبوع. شكرا جدا لحضرتك. لان العقيده هي الاساس، لان اذا فسد الاصل فسد الفرع. احنا نحب نحكي العقيده هي الاساس مع الشيخ، يكلمنا عليها نستفيد سبحان ان شاء الله. والانسان حتى يكون في اعمالنا يكون فيها ثواب ان شاء الله. اشكركم وان شاء الله حكون صديقه البرنامج. ده يعني شرف لينا ويسعدنا جدا يا استاذه فاتحه، الله يبارك في حضرتك ويرضى عنك. وفعلا هي نقاط العقيده يعني من البدايه خالص لما مع اسره البرنامج واداره القناه، يعني صحيح مشكورين ان احنا مقابله حبينا صحيح. قوي ان احنا نحط فكره الاساسيات بتاعه الدين، نعم وازاي صحيح. نستخدمها نعم. ونطبقها. نعم فحضرتك كنا قبل ما نبتدي الهوا كنا بنتكلم ان ده كانه نوع من التنميه البشريه، فبنقول هي فعلا اساس الدين هو كتالوج ازاي نتعامل صحيح. فده اساس التنميه، واساس تنميه في كل المجالات مش البشريه وبس. فربنا يبارك في حضرتك والف شكر لحضرتك يا استاذه فاتحه. نتكلم في فكره الحسم والقرار وفكره الاختيار. ممكن سريعا نقول اللي يعني الانسان مميز بفكره الاختيار والقرار، الفرق بين عباده الانسان وعباده الملائكه. نعم، بالنسبه للملائكه، الملائكه هم جبلوا على هذا، الله خلقهم على هذا، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهم جبلوا على هذا الامر. اما الانسان، الله اثبت للانسان يعني اثبت له الاختيار واثبت له المشيئه. قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله عز وجل قدر كل شيء،
في الأزل سبحانه وتعالى، وكل شيء يحصل في هذا الكون هو بتقدير الله سبحانه وتعالى وبمشيئته سبحانه وتعالى. والعلماء عرفوا المشيئة بالنسبة لله، قالوا هي تخصيص الممكن العقلي، يعني المخلوقات ونحو ذلك، ببعض ما يجوز عليه دون بعض، وببعض الصفات دون بعض، وبوقت دون آخر، الاختلاف فيما بين البشر. الله عز وجل خلقهم على هذا الأمر. والإنسان، الإنسان لا يوصف بأنه يخلق، يوجد من العدم إلى الوجود، هذا خاص بالله. وكذلك الإنسان ليس مجبورا أنه في فعل الأشياء ليس له إرادة، لا، هذا خلاف القرآن. القرآن أثبت للإنسان مشيئة، فقال ربنا سبحانه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد تحت مشيئة الله، لذلك العلماء يعبروا له إيه؟ الإنسان مختار تحت مشيئة الله عز وجل.